أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية الدفعة السادسة لموظفي القطاع العام ابتداء من اليوم الأحد لغاية 2 أغسطس 2020. وأكد سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن الخليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يجسد جانبا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الحرص على الاستثمار في تطوير العنصر البشري والاعتزاز بالقدرات البحرينية وأهمية إعداد الكفاءات القيادية في مختلف القطاعات المتنوعة بمملكة البحرين. وأشار سعادة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج نموذج طموح متكامل يهدف إلى استقطاب الطاقات البحرينية الشابة المتميزة في القطاع العام وإعدادهم عبر انتدابهم في المكتب لمدة عام كامل بما يتيح لهم اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات القيادية من خلال البرامج التدريبية المكثفة مع أبرز الخبراء ولقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة. ويمكن لجميع موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة الاطلاع على المزيد من المعلومات وتقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.